كان من المفترض أن تكون هذه الطفلة في مدرستها تؤدي امتحانات نصف السنة، لكن انتهى بها المطاف على هذا الفراش بعد ضربة تعرضت لها من معلمتها في المدرسة. تسببت لها هذه الضربة بالتهاب العصب المحيطي الذي أصابها بالشلل، ومن يدري قد تتعافى منه أو لا. جت علينا المعلمة انطتنا هذا الواجب اللي قالت لنا امتحان به، انطتنا 12 ورقة، قالت عندكم باتشر امتحان به، قلنا لها انا والطالبات عندنا امتحانين اسلامية وقواعد ما نلحق، اجلنا يا للاربعاء، قالت لا، قلنا لها كيف، رجعت تعكتب انا وبلا ما ادري بها وضربتني على راسي وغشني عيونه وراسي قام يفتلاني قاعد. أم رحمة لم تكن تمتلك سوى لغة الدموع لتصف بها حال ابنتها التي كانت مجتهدة ومثابرة في دراستها، وكل ذنبها أنها قد طلبت من المعلمة أن تؤجل الامتحان لها فضربتها بالكتاب على رأسها. ما تقدر تقوم، ما تقدر تقوم، ما تقدر تمشي، ما تقدر، ما تقدر، وعلى الله إن شاء الله الله حسن. هذا وتصدرت قضية رحمة المشهد في عموم البلاد، وتدخل وزير التربية لمتابعة قضيتها، ووعدت الوزارة أن تكمل التحقيق بهذه الحادثة وتتابع ملف استخدام العنف ضد الطلبة في المدارس. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.